الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هناك نقطة بسيطة جاءتني في ذهني، وهي أن هناك بعض العثرات يظنها بعض الناس عثرات وهي في الحقيقة بدعة، مثل عثرة الزواج. بعض الناس يرى أنه لا يتزوج إلا بعد أن يترك العلم، هذا خطأ. الزواج ليس بدعة، بل الزواج فعيل بإذن الله. ومنها كذلك يقول أن تخصصي غير شرعي، أنا متخصص في الكيمياء والفيزياء، شو أطلب العلم؟ بعض العلماء الكبار يزيد تخصصاتهم ايضا هي غير شرعيه. وبعضهم كذلك يقول كبار السن، انا انسان كبير في السن، انا يعني توني بطلب الان. نقول لا، بعض طلبه العلم، بعض العلماء كمالك وغيرهم، كمالك بن دينار فيما اظن والله اعلم وغيره، انما طلبوا العلم بعد 50. وتسمعون في بعض الاذاعات ان امراه لم تحفظ القران الا وعمرها في 60 أو 70. وبعض الناس ما طلب العلم الا بعد ان تقاعد وتفرغ من الفضيله. السن مو بعيد وله بعث، بس انت اصلا همتك موجوده ولا لا؟ انت عندك رغبه ولا ما عندك رغبه؟ اترك السن واترك الخرابيط اللي ما لها داعي.